maybe as on the layout of the sort of example of this island that I'm shooting. وبعدين ممكن نبقى نتعرف تاريخ الحكاية دي القرن ال19 يعني في دلالة في التطور المسألة وبعدين الأزمة الأخيرة دي إيه اللي حصل فيها بالظبط وصلنا لغاية فين دلوقتي وبعدين في الآخر بقى ممكن نتكلم على وضعية مصر تمام تمام جدا طبعا احنا يعني على مدى 20 30 سنه اللي فاتوا فكره ان في مشكله اقتصاديه دي فكره متكرره بغض النظر عن يعني سواء في مصر او في العالم ودي حاجه تقريبا من بدايه السبعينيات و بتعلى وتهبط تبقى موجوده في جزء من العالم بشكل عميق جزء لا لكن الاحساس اللي حصل في السنين قبل كده في رواد وازدهار عميق وتطور كبير ما بقاش شامل زي ما كان ممكن يبقى موجود قبل وموضوع الازمه ده يبدو كده عام وبعيد لكن في الحقيقه هو وراء كم هائل من القرارات والسياسات والاجراءات اللي بتاثر على حياه الناس العاديه يعني الطالب يزود المدارس في مصر طالب انك تزود مثلا فرق الصحة عشان يبقى في أدوية في المستشفيات يبقى في أزمة اقتصادية مش هنقدر يبقى في حد قال لنا لا ما عندنا أزمة ولازم نهتم بالواقع قد ما يبقى الوضع أحسن. إنه يبقى في كتاب جامعي مدعوم لا ما فيش ميزانية للموضوع ده لأن في عجز وفي موازنة وفي أزمة اقتصادية وبالتالي مش بعدين في احيان تانية بتستخدم برضه العنصر الخارجي، اصل في ازمه اقتصاديه في الدنيا. فاحنا مش هنقدر يعني غير متاثرين. فقصه الازمات دي قصه محوريه يعني واحده من الاسهامات المهمه للماركسيه هي انها شايفه قصه الازمات دي قصه في جوهر عمل نظام الرسمين اللي بيحكم العالم بقى له عقود وقرون. القصه بتبدا ازاي؟ انه في شيء حتى الاقتصاديين المؤيدين للراسماليه يعني ما عندهمش مشكله مع الفكره دي، انه في حاجه اسمها الدوره الاقتصاديه. فيها كذا مراحل كذا مرحلة في مرحلة اسمها يعني الازدهار للطب أو تحسن تحسن بعدين دي بتطلع يفضل الحكاية دي توصل للذروة بتاعتها عند نقطة معينة وبعدين تبدأ ينزل حاجة اسمها مرة تانية اسمها الركود. بعدين الركود ده بقى ممكن يوصل العملية لإيه؟ كساد وأزمة. وبعدين ترجع تاني في اللحظة دي تطلع تاني من الاستمرار تحسن اقتصادي وبعدين يطلع الزور بتاعته. ايه اللي بيحصل بقى في الحكايه دي؟ حتى الاقتصاديين البرجوازيين يعني بيقولوا في حاجه اسمها دوره اقتصاديه بشكل عام. الفكره انه في البدايه وده جزء من الميزات الديناميكيه بتاعت الراسماليه انه في البدايه في اكتشاف علمي مثلا يخلي يقلل التكلفه بشكل كبير في انتاج الحديد. وبالتالي بيبقى في تدفق الفلوس بتروح على الاستثمارات في الحديد لانه هيكسب لانه بقى التكلفه بتاعه انتاجه اقل وبالتالي بقى في امكانيه او في طلب كبير عليه الى اخره. الحاله دي بتخلي في موجه عامه كده من التفاؤل. الناس كلها بتروح معدل الارباح بياخدوا بعض في القطاعات المختلفه وبعدين الاستثمارات دي معناها ان انت بتبني مصانع جديده وبتفتح مجالات
عملت ما بتخلق مصاري. اللي يشتغلوا دول ياخدوا قبول، القبول دي بيروحوا يصرفوها على سلع اخرى في السوق، وبالتالي ده بيخلق طلب على سلع ثانيه، وبالتالي يفهم. فبتبقى كانه دي حاجه من حاله من الازدهار اللي ملهاش اخر ابدا. ودي بتطلع يعني بتوصل لنقطه الذروه دي بقى عند التعاش، ويبقى في كانه ترويج لفكره انه يعني الراسماليه نهايه الكون، نجاح لا لا. عند نقطه معينه بيبدا التنافس، لانه قاعده التكنيكيه دي كله بيتنافس مع بعض. الاندفاع الفظيع ده في الاستثمار بيخلي مفيش، ما انتش حاسب بالظبط، كله عايز ياخد كل سوق، كل راسمالي عايز ياخد اعلى، فبينتج اكبر حاجه يقدر ينتجها وبيحاول يزيح الباقيين. ده معناه عمليا انه بيبقى فيه فائض، عاده فائض الانتاج. الفائض ده بيخلي بيضغط على معدل الربح، يعني مع المنافسه بيضطر ان انت تقلل عشان تقدر تبيع. عند لحظه معينه في عدد من الناس بيبدا يفكر انه زي يعني بس بتاع دار كتاب عن الانتخاب الطبيعي بتاع نظريه الضرب، عند لحظه معينه الضعيف يطلع. الضعيف اللي بيطلع قوي قلل الانتاج عشان مش هيقدر يكمل يبيع، مش قادر يبيع بالامكان اصلا. ده معناه عمليا انك بتبدا تنزل في المنطقه دي لاسباب لا علاقه بانك اول ما يحصل ده. طبعا عندي ثلاث خطوط انتاج، معلش بقى الخط ده هنوقفه بقى مسافه. ده معناه ان العمال اللي بيشتغلوا في الخط ده يا اما هقول لهم اقللوا حال اجوركم، يا اما همشيهم اصلا. وده عمليا يعمق المشكله اكتر، لانه السلع الكتير اللي موجوده في السوق دي محدش بقى في عدد اقل معاه اجور وفلوس يشتري. تنزل العمليه يعني تدريجيا لمنطقه ركود، اللي هي في بقى النمو الاقتصادي يقل، معدلات الارباح تقل، وبعدين الكساد ده اللي هو بقى والازمه اللي هو في لحظه في زي موجه عارمه من المصارع تقفل، وانه راسماليين بيفلسوا، والاف العمال بيترفدوا من اشغال. ودي حاجه فيها شبه من القصه دي، انه الضعيف كله بيخرج بره. ودي اللي بتتيح في لحظه معينه، ان انا لما يبقى في السوق اللي هو البقاء للاقوى الوحيد الاكبر والاكثر قدره، الاكثر قدره على المنافسه، هو اللي بيبقى قادر يستمر في الظروف دي، بيبقى عنده بقى ميزه مهمه جدا، لان المصانع المفلسه دي بتتباع بنص التراب، خطوط الانتاج دي بتتباع بنص التراب، فيقدر يشتريها، وبالتالي يبقى عنده مساحه انه هوامش ارباحه، لانه مشتري مصنع بملين ما تكلفش فيه حاجه. وبالتالي تبدا دوره من مره ثانيه، انها في المرحله بتاعت ان يبقى في استثمارات جديده وناس بتتوظف الى اخره. العمليه دي كان لها يعني في القرن 19 زي يعني مدى زمني معين، كل 10 سنين بتحصل. طبعا الظروف اتغيرت لاسباب لا علاقه بانه الراسماليين بيقاوموا الثوره دي باليات مختلفه. اولها انه اللي بيسموه يعني تعميق الاستغلال، ان انت بتضغط على العمال يشتغلوا اكتر، وبالتالي اطلع منه ارباح اكتر من كل عامل مقابل اجر هو نفس الاجر، او اللي هو بقى يعني استغلال اعمق، ان انا اشغله اكتر واقلل اجره تحت وقت، يعني بقى يستخدم في ده انظمه احيانا قمعيه عشان تضغط، يستخدم في ده التهديد اللي بيسموه جيش البطاله الاحتياطي، لانه في ناس ثانيه مش عارف تجيب غيرك ياخد الشغلانه دي بالاجر اللي انا عايزه. دي واحده من الحاجات. الاكتشافات التكنولوجيه برضه واحده من الحاجات اللي بتاخر الدوره دي تتم في المواعيد اللي كانت يعني منضبطه شويه في القرن 19. لما بعمل تطور تكنولوجي معناه انا بقلل التكلفه، بقلل ساعات العمل المطلوبه لتنفيذ حاجه، فده كمان يخليك تبقى عندك قدره ان انا بدل ما اشغل 100 عامل على خط الانتاج اشغل 50. وبالعكس بقى ال 50 دول ينتجوا كميه من المنتج اكتر اصلا من اللي كان قبل كده. طبعا في ناس بتستخدم الفكره دي انه ما فيش اهميه اصلا للعماله والعمل مش هو مصدر قيمه، لكن الحقيقه مش كده. وانه في مجتمع مختلف كان ممكن يبقى ده معناه
ان وقت هتشوفه بقى في بلان شيور في حاجات زي كده، الوقت بتاع يقتضي العمل عشان المجتمع يمشي بقى والناس تستمتع بحياتها، في الوقت التاني تسمع فن، تعمل هي فن، تلعب رياضه، تعمل حاجه اللي هي حابه تعملها، بس لانه المجتمع مبني على موضوع الربح فده ما بيحصلش. اللي بيحصل انه عاده استغنى عن العمال واعمق هوامش الارباح اللي انا بعملها. هل في اي اسئله؟ السؤال يمكن يكون سابق اوانه بس هل الركود لازم دايما يؤدي على الازمه ولا ساعات النار يتغيرها؟ احيانا، ما انا بقول لك دي واحده من الحاجات اللي يعني الميكانيزمات الاليات اللي بتستخدم دي بتاخر، بس التاريخ بتاع الراسماليه من يعني قرن 19 لغايه دلوقتي هو تاريخ ازمات. النظام عباره عن تاريخ ازمات، الفتره الزمنيه ما بينهم وبين بعض اختلفت وطبيعتها، لما نتكلم عن موضوع التاريخ ده شويه طبيعتها اختلفت، لكن احنا ما زلنا يعني اخر 30 40 سنه في ازمه كبرى في السبعينيات اللي هو بعدين موضوع النفط ومش عارف ايه، وبعدين في بعد كده سقوط المانيا واليابان كان قوه اقتصاديه كبرى، وبعدين الازمه الاسيويه في 1997، بعدين ازمه اللي كانوا بيسموها الدوت كوم في امريكا شركات تكنولوجيا ومش عارف ايه، وبعدين جت ازمه 2008 اللي هي ما زالت مستمره بقالها 6 سنين. دول بس اخر 40 سنه فيها كل الازمات الاقتصاديه. انت الحفلات الرسميه اللي بتحصل في الكلام ده ممكن تحصل انت يعني تحصل في البيت ما هي دي بتشتغل يعني هي في مراحل، يعني الميل ده زميل الاندماجات دي معناها ايه؟ كل مره بتحصل فيها الازمه دي وتوصل للمنطقه دي معناها ايه؟ انه بقى وحدات الانتاجيه اكبر ومتركزه اكبر، هو بيسموه ميل راس المال التركيز والترك، يعني بيبقى في ايدين عدد اقل من الناس، لان انت كل مرة بيحصل فيها أزمة الناس بتخرج من السوق والأكبر والأقوى يشتري مكانه، فيبقى هو عنده بزنس أكبر، شركة أكبر، والقطاعات دي متركزة في إيدين عدد أقل من رجال الأعمال ومن الشركات. مش لازم يعمل تحالف لمصلحته ووصول مكانه. أحيانا بقى في حالات معينة بيتعمل التحالف ده اللي هو في صور، واحدة من صور الممارسات الاحتكارية، وده عندنا منه في مصر. كانت القضية اللي اتمسكت فيها شركات أسمنت قبل الثورة كانت كده، الشركات بتعمل اجتماع كل شهر وهما بيتفقوا مع بعض، احنا بغض النظر عن تكاليف الإنتاج وعن السوق العالمي وعن الكلام ده، احنا هنبيع طن الأسمنت بكذا في الشهر ده، وبيتفقوا مع بعض إن هما يعملوا ده كلهم مع بعض، وبالتالي بيضمن إن هوامش الأرباح تبقى عالية جدا، فيتفادى لحد مدى زمني معين، بس في كل الأحوال يعني حتى برغم الميكانيزمات دي بتحصل الازمه لاسباب لها علاقه بالمشكله اللي هنتكلم عليها دلوقتي، هي انه في مثل ظريف كده كان يروى عن ايام الكساد الكبير في الثلاثينيات، يعني حكايه كده ان الطفل بيسال امه يعني الدنيا بقت كده ليه يعني ليه الدنيا بقت كده؟ فلانه الاجابه كانت لانه ما عندناش فحم. وليه ما عندناش فحم؟ لان ابوك اتفصل من الشغل. وليه هو اتفصل من الشغل؟ لان الشركه عندها مشكله. وليه الشركه عندها مشكله؟ لانها عندها بتنتج فحم كتير جدا ومفيش حد يشتريه. وده اللي بيقول لك انه في العبثيه دي بتاعه النظام ده اللي قايم على لانه المعيار كده، فهو بيتجاهل في النهايه احتياجات الناس، بس في اثر بقى للموضوع ده انه اولا الدمار اللي بيحصل نتيجه المرحله دي، اللي هو بقى دلوقتي كل ما تطور العمليات اللي كان بيتكلم عليها. طيب انا هفترض كده انه في شركه زي جنرال موتورز فلست، اللي بيحصل مش انه دي مش زي محل كشري في عناصر، هو فلس دي جنرال موتورز واخدة قروض من 15 بنك عالمي في فرنسا وفي
تيرور في الاعلام ومش عارف ايه، فلما يفلس السلوك دي بتتاثر. بعدين هو عنده مصانع في مصنع في مصر، عنده مصانع في كل حته في العالم، المصانع دي بتقفل بتاثر على اقتصادات الدول دي كلها. وبالتالي وبعدين مين معتمد عليه تاني بقى كمان في التوريد وفي الارتباطات دي؟ كون ان الوحدات دي بقت اكبر، الدمار اللي بيحصل ده ما بقاش بس غير انه بقى فصل العمال وتأمين حياه الناس والحاجات دي، انما كمان بقى اثروا على النظام نفسه صعب جدا، علشان تقدر تتعافى منه بقى كل بمرور الوقت اصعب واصعب. هنا بقى في تفسيرات مختلفه كانت حتى جوه الماركسيه، واحنا يعني في الازمه الاخيره دي لقينا التفسيرات دي باشكال مختلفه. منها مثلا انه يعني في الازمه الاخيره قال لك لانه الاقتصاد المالي سيطر وده هو سبب المشكله. في ناس تانيه قالت جشع المديرين بتوع البنوك ومش عارف ايه اللي عملوا سياسات غلط عشان هم يكسبوا فلوس هي السبب. ده في ناس وصلت لدرجه انه قالت انه الناس اللي استلفت من البنوك عشان تشتري بيوت في امريكا البنوك كانت يعني مش مسؤوله لانها مش متمكنوش حاسبينها مظبوط انه يعرفوا يسددوا، فهم دول السبب في الحكايه. ودي التفسيرات يعني اليمينيه. في تفسيرات اللي هي بقى زي اللي بيسموها الكنزيه اللي بعيد اقتراحها، انه مشكله انه ما فيش رقابه كامله. يعني لو كانت الدوله بتراقب النشاط وحاطه قوانين كانت تظبط الخلل قبل ما يحصل. الى اخره. فدي تفسيرات اللي ممكن تبقى يعني يمينيه عموما انه في مشكله، واحيانا يقول لك الجشع بتاع المستثمرين هو ده السبب. او نفسيه القطيع، ان الناس كلها اول ما بتحس ان في مشكله فبغض النظر عن حقيقه المساله بتجري ورا او راح بيبيع فالدنيا كلها بتنهار نتيجه انه الناس بتعمل اسباب نفسيه. الماركسيه عندها يعني مشكله شويه مع والواقع عنده مشكله شويه مع التفسيرات دي، لانه يعني جزء من الطريقه اللي بتشتغل بيها الراسماليه هي اللي بتنتج الازمه اصلا. وهنا طبعا مهم انك تحلل في كل حاله، دي بقى حاجه مهمه، ما فيش نمط كده تروح رامين تطبقه على الحاجات. تحلل في كل حاجه ايه اللي لعب دور وازاي وايه اللي ممكن حتى تغيره في النظريه، بس ده جزء من لان الراسماليه بتطور ادائها، فما فيش حاجه ثابته تقدر تفسر بيها ايه اللي بيحصل، لازم تطور انت كمان ادواتك. بس في عنصرين مهمين متنافسين جوه النظريات اليساريه يعني علشان تفسر ليه بتحصل الازمه في الازمات الاقتصاديه. العنصر الاول او النوع الاول من النظريات اللي هو فائض الانتاج اللي احنا كنا اتكلمنا، وده بيحصل فعلا ان انت عند مرحله معينه بتنتج لانه مفيش الشركات المختلفه اللي بتعمل انتاج راسماليين مختلفين ما بيقعدوش مع بعض، لو انت في منافسه ما بيقعدوش مع بعض يشوفوا هو فعلا مصر محتاجه كام وحده من العربيات، وبالتالي كل واحد بيسعى انه ينتج اكبر زي ما كنا بنقول اكبر على الفرق. في النهايه بيحصل انه مشاكل سواء نقص في المنتج، ده معناه ان هم لازم يزودوا الانتاج، او فقر. دي سمه اساسيه، الفقر ده لازم يحصل لانه كل ما انت بتعمل تطور تكنولوجي بتقلل من العماله، بتقلل من تكلفتها، بتضغط عليهم علشان تزود هامش الارباح، بتقلل من القدره الشرائيه بتاعه العمال. وبالتالي لازم يحصل انه الكميه من السلع اللي موجوده في السوق تبقى اكبر بكتير من قدره عموم المواطنين اللي عايشين في البلد، اقلهم عمال او اشكال مختلفه من الطبقه العامله او الطبقه الوسطى ما عندهمش القدره على الشراء. فيحصل انه في كميه من السلع مش بيشتريها فيحصل بدايات الركود ده. فدي واحده من التفسيرات، وعشان كده مشكله التفسير ده انه حلول زي بتاع الحلول الكنزيه اللي نجحت بعد الثلاثينات تقول خلاص اذا اتعمل الموضوع ده، اذا الدوله هو الكنزيه قامت على ايه؟ ان انت الطلب ما فيش طلب. فالدوله مش راس مال بقى اللي هو عنده مشاكل الارباح مش عارف ايه، الدوله تتدخل هي وتضخ فلوس في السوق، سواء يعني كان كينز يقول ان الدوله ممكن تحفر ترعى وتردمها بس تدي قول اللي بيعملوا الحكايه، فده معناه
تخلق وظائف. ايوه حتى لو ما لهاش معنى الوظائف دي معناها ان قدره الناس العمال على شراء السلع بتزيد، فده بيسموه طلب الفعال. عايز اشتري السلعه معايا فلوس اجيبها، فده يحل بقى ازمه فقد الانتاج ده ويرجع الرواتب. يعني وبالتالي الكنزيه بتقول السوق عظيم لكن في تشوهات، وبالتالي الدوله من دورها انها تتدخل تظبط الحاجات دي حتى لو كان ده معناه انها تضخ استثمارات وتعمل هي مصانع وتعمل مشروعات وحاجات زي كده. الفكره انه ده نجح في زي ما كنا في الثلاثينات حصلت الازمه الكساد الكبير ده، وده كان يعني استمر حوالي 10 سنين، مئات الالاف من الوظائف، تدمير في حياه الناس الى اخره. وبعدين بدات السياسات اللي من النوع ده بيسموها دول الرفاه من بعد الحرب العالميه الثانيه لما انتهت 45، وده خلق اطول مده رواج الحته بقى دي شهادته الراسماليه اللي هو من 45 لغايه اوائل السبعينات. وهنا بقى في الدوله تصرف، يعني في انجلترا هو بيقولوا لنا هنا عبد الناصر مش عارف يقول دي كانت اشتراكيه، محدش يقدر يقول انجلترا كانت اشتراكيه، بس انجلترا كانت في المرحله دي القطاع العام مسيطر على 70% من الناتج المحلي. دوله دخلت بتقلها، وكان في دوله اللي بيسموه دوله الرفاه، دوله تضمن التعليم والصحه والخدمات الاساسيه، واحيانا تتدخل عشان تخلق وظائف للناس الى اخره. المشكله انه في اوائل السبعينات احنا رجعنا للنقطه دي تاني، الدوله بقى عندها عجوزات كبيره جدا، معدل الارباح بتاع الراسماليين اللي هم عندهم بقى 30% من الناتج المحلي ده بيتراجع، وبدات تحصل ازمه جديده. والدوله الحل للازمه دي كان اللي هو احنا بقى عايشين وما زلنا بشكل او باخر اللي هو الليبراليزم. وهنا يعني انا في كتاب عظيم للاسف مترجم للعربي، باحث ماركسي بريطاني اسمه ديفيد هارفي، اسمه تاريخ مختصر للليبراليزم. هو عنده نظريه انها مش مجرد بس اعاده احياء الفكره بتاعت الرياده الخفيه للاسواق، هي دي افضل طريقه لاداره الاقتصاد ومش عارف ايه القديمه، لكن هي فيها جانب سياسي مهم جدا. وبعد السنين اللي احنا بنتكلم عليها بتاع دوله الرفاه، هي عشان بس يبقى مهم جدا بالنسبه لنا نفهم الحكايه دي، انها ما جاتش بس الاسباب يعني كده اوتوماتيك لها علاقه بالاقتصاد. خلال ما بعد الحرب العالميه الثانيه دي في نضالات نقابيه وعماليه هائله حصلت زقت وفرضت انه الموجه دي تروح، المكاسب دي تتاخد. ومع الازمه دي ما حصلت بدا يبقى في هجمه مضاده، وانه الناس الطبقه الراسماليه اللي يعني تاخد من قدرتها على تعميق الاستغلال خلال السنين دي كلها بدات تتكلم عن انه عايزه ترجع سياسيا بقى لمواقع السيطره. وبالتالي تفكيك دوله الرفاه كان في جانب اقتصادي ليه علاقه بان انت تحل مشاكل هوامش الارباح دي بتعليق الاستغلال، بس كان ليه جانب سياسي ان الناس دي لازم تبقى ممكنه سياسيا. عشان كده بقى ده اللي بيسموه جت الرجاليه والبشريه في نهايه السبعينيات، عملت حسمت الامر في الاتجاه ده، وبعدين صدر النموذج ده بقى للعالم كله بطريقه اخرى. حسن. يعني كانت الدولة بتدخل هي ده بقى النظرية الثانية اللي هي أعاد إحيائها بشكل يعني التطبيق على الأزمة الأخيرة وعلى أزمة السبعينيات، كريس هارب اللي هو ما اسموش كريس هارب. والراجل مش يعني ده يعني نقطة، يعني دي واحدة من الحاجات العجيبة، يعني إن هو المقال التاريخي بتاعه عن الإسلاميين ده مقال في مجلة كده، انما اسهامه النظري الاساسي كان في نظريه الاقتصاديه. فاللي هو بقى مين الماركس برضه كان بيتكلم عليه ده، اللي هو مين معدل الربح والانخفاض. المشكله مش بس ازمه فائض الانتاج، انه الراسماليه بتشتغل بانه يجب انه معدل الربح يزيد مش يهدم. واللي بيحصل نتيجه المفارقه ما بين زي ما اعتقد التكنولوجيا والتنافس تقليل التكاليف، مفارقه ما بين اللي بيسموه راس المال الاجتماعي ده وراس المال اللي بيحقق الربح، عدد العمال اللي بيشتغلوا
اللي انت محتاجهم في القطاع ده بيقل، فبتقدرش تخلق وظائف كفايه علشان تقدر تحقق ارباح كفايه. والكتاب الاخير بتاعه ده هو حاطط فيه تحليل ازاي معدلات الارباح دي زادت، وده بقى ينقلنا للي حصل في الازمه الاخيره. الناس بتتكلم على الاقتصاد المالي كانه حاجه حصلت في الفراغ، انما هو مرتبط بالحكايه، ولانه بقى فيه هوامش الارباح عماله تقل في الاقتصاد الحقيقي. الراسماليين بيدوروا على اي طريقه يعمل بيها ربح، الراسماليه كانت بتشتغل بالطريقه دي، انه لازم الربح في كل دوره اقتصاديه الربح في الدوره بعديها اعلى، والا تبقى انت عندك مشكله، لانه غيرك هيعمل كده وبالتالي يزيحك في السوق ويبقى هو اقوى منك ويقضي عليك. فالهدف ده الهدف لا نهائي بتاع تعمل تراكم فلوس علشان تعمل ارباح مزيد من الارباح بمعدل اعلى من اللي قبله، مش حتى نفس المعدل. يعني انت بتضل محتفظ بهامش ربح 5% في كل دوره، ده معناه انك فاشل. لازم هامش الربح ده يزيد، لازم معدل الربح ده يزيد. القصه بتاع الاقتصاد المالي دي يعني من اول يوم ظهر فيه الاقتصاد الحقيقي الراسمالي في اقتصاد مالي. قصه بسيطه، عندك دوره انتاج في اي مصنع حديد، في لحظه خلاص احنا بنبني المصنع، بشتري مواد خام، هنا محتاج فلوس عشان اشتري مواد خام وادفع فلوس. وبعدين في العمليه الانتاجيه بتاخد وقت معين، وبعدين بيطلع منتج. اثناء ده كله انا بدفعه، بعدين هبيع المنتج ده في السوق واسترد تكلفه زائد اسف فائض القيمه. فائض القيمه ده اللي هو يعني بيتبني عليه معدل. دي عمليه في مصنع الحديد ممكن تاخد مش عارف بقى شهر ونص، بس في واحد تاني بينتج نسيج. الدورة دي تكملتها كلها بتاخد عنده 15 يوم. وفي واحد ثالث بينتج عربيات. فالدورة هتاخد شهر. هما اكتشفوا ايه؟ ان هو طيب في طريقة تخليني اسرع. انا ممكن اجي هنا اهو وانا محتاج فلوس معيش كاش. فده معناه هستنى لغاية ما اقدر الم الكاش، فده ياخر من دورة الانتاج. بدل ما اعملها 12 مره في السنه هعملها 10، لاني ما كنتش لاقي هنا فلوس. هنا في اللحظه دي انا معايا فائض كاش مش بالضروره كله انا محتاجه عشان اشتري بيه مواد خام. ده بقى اللي بيسموه الاتفاق، ظهر الاختراع ده. اللي هو انا هاخد من الراجل ده بتاع الحديد وقت ما هو عنده الفائض ده، هيحطه في البنك واديله عليه فلوس اللي هو بيسموه الفايده، مقابل ان انا هسلفه للراجل بتاع النسيج اللي ممكن يبقى في الترتيب بتاع الدوره بتاعته هو اللي محتاج فلوس يشتري بيها كام، واخد منه فرق. والربح اللي البنك بيعمله هو فرق ما بين الفايده دي ودي، يعني هنا انا هدفع له اللي باخد منه ده بدفع له 10%، واللي بديله باخد منه 12%، فيبقى 2% دول ربح البنك. ودي طريقه ادت الى ان انت بتعلي يعني كفاءه العمليه الانتاجيه وبتسرعها وتخلي بدل ما يعني المصنع يزود انتاجيته لانه بيسرع الربح، ما تقفش لانه في مشكله سيوله لانك ما معكش فلوس. فده نظام البنوك، وده كان يعني لعب دور مهم. بعد شويه طيب بقى في مشكله اضافيه، طيب البنك ممكن يبقى عنده مشكله، فاخترعوا اللي هي الشركات المساهمه، والكلام ده حتى من وقت ما كتاب راس المال يعني اللي هي البورصه. هو مش عايز اخش في تفاصيلها قوي، بس هي مهمه عشان نفهم الازمه الماليه العالميه.
هو بدل بقى ما يعمل الحكايه دي قال طيب انا عايز اتوسع او عايز الفلوس دي بدل ما هاخد من البنك لان البنك بيطلب فايده عاليه شويه انا هتفق مع حد ناس ان تيجي تديني فلوس واديهم حصص ملكيه في الشركه وحصص الملكيه دي معناها انه لما احقق انا الارباح دي هديله حصته فانا مش ملتزم يعني طبعا انا هوعده ان انا هعمل شغل كويس وعظيم ولازم تيجي تشاركني يعني لكن العمليه دي معناها ان انا هتكلف اقل لانه احنا هننتج الحكايه مش هدفع حاجه من ده الارباح اللي هعملها نتيجه التوسع هي اللي هتدي للراجل ده شريك من غير ما الجا للبنوك ولا ادفع فايده ودي الشركه المساهمه كل واحد بيجي يساهم بفلوس بياخد على قدر هذه الاموال حصه بتبقى متحدده في اسهم ودي بيسموها حصه ملكيه مقابل الفلوس يعني باخد حصه من الارباح لو خسرنا بيتحمل خساره برضه العمليه دي بقى السهم ده بقيت انا اقدر ابيعه 20 وهي دي بقى اللي عملت كل المشكله الكبيره دي لانه ده بقاش ليه علاقه قوي بالشركه كويسه ولا وحشه سعر السهم ممكن ناس احيانا بالتلاعب واحيانا بحاجات بالعقل بسبب الكاريزمات يعني العرض والطلب سعر يزيد عن حقيقه قيمه الشركه المفروض ان مدير السهم ده زي يعني ايه حصه في الشركه اللي لها ثمن معين لها قيمه معينه حقيقيه احيانا يبقى اقل من القيمه دي لان الناس مش عايزه تشتريه لاي سبب او اعلى لانه في اقبال على شرائه لاسباب نفسيه او لانه في حد بيضارب عليه اللي هو بيبيع ويشتري بغض النظر عن الفلوس اللي هتجيلي في الاخر وبالتالي اداء القطاع ده كويس مش كويس الشركه دي ممتازه الصدى في السوق كويسه مش كويسه ده بقى يعني خلق حاجه حياه خاصه لاسواق المال ملهاش علاقه في احيان كتير بالاقتصاد الحقيقي. الازمه كان الفيلم بقى كان نفسي تشوفوه يمكن هديكوا العنوان بتاعه على يوتيوب مترجم بالعربي في يوتيوب كرتون وبيحكي قصه الازمه تحت ضغط انخفاض معدلات الارباح في امريكا اللي هي قلب الراسماليه العالميه، امريكا بتنتج 26% لوحدها من الناتج المحلي في العالم كله. ربع الاقتصاد العالمي. طبعا دلوقتي في منافسه يعني بيقولوا ان الصين هتحصلهم في وقت ما خلال 10 سنين بس في الاخر هم دول قلب العالم ومرتبطين بقى بالتشابكات الماليه اللي موجوده دي البورصات والحاجات دي كلها مربطه ببعض. فعنده ازمه رهيبه. جرب انه الاستثمار في اللي هي شركات التكنولوجيا دي وطلعت فقعت في وشه. مفيش ارباح وبعد شويه الناس اكتشفت ان الشركات دي كانت سوما طالعه بشكل رهيب عمرها اصلا الشركات عمرها ما حققت ارباح اساسا. فكان الحل انه الاقتصاد الامريكي فيه جزء مهم جدا مرتبط بموضوع العقارات والمساكن. انت عندك مساكن كتير وقطاع ممكن يكبر بس في فقر. الناس ما عندهاش فلوس تشتري البيوت. فتفقد ذهن واحد من عباقره هم بيسموهم الهندسه الماليه ويخترع ورقه ماليه زي السهم كده فيها مش عايز اخش في التعقيدات بس فيها يعني بيحط فيها قرض يعني هو انا بدي قروض للناس يشتروا بيها مني في واحد بيشتغل في بنك استثمار انا متاكد انه هيقدر ياخد 50,000 دولار في الساعه فده هيسدد 100% فده بيسموه قرض امن لانه انا متاكد انه هيقدر يرد وفي واحد تاني بيشتغل عامل في مصنع ومرتبه كويس ووظيفه ثابته فانا ده هحطه في مستوى مخاطر في الربط نص نص اهم بقى هو التالت لان دول كانوا خلاص السوق يعني دول اللي عنده قدره اشتغل عشان التالتة دي بقى هي الواحد ما عندوش فلوس وعايز يشتري بيت وما عندوش وظيفه ثابته وبالتالي لو راح البنك هيقول له لا شكرا ما عنديش طريقه تضمن انك هتسدد القرض بتاعك ازاي اديله بيت اديله فلوس يشتري بيت وبالتالي نشط السوق واكسب وفي نفس الوقت اامن نفسي فاخترعوا ورقه ماليه فيها بيسموها يعني ورقه دي مجمع فيها حته من الراجل الاولاني وحته من المجموعه اللي في النص وحته من الواعين دول فانا الورقه دي
هتضمن لي في الاخر لانه عندي شريحتين كبار دول كويسين هيغطوا الشريحه اللي هي ممكن الراجل اللي هو غالبا كانوا من فقراء السود الامريكان بلا بيوت دول لو وقع هيبقى التانيين مغطينه فخلاص مش هيحصل له مشكله. طبعا حصل مشكله بسبب انه التطورات الاقتصاديه بقى في الاقتصاد اخر مرتبط مش بيروح في حته هو مش الربح في الاقتصاد الحقيقي مش بيروح في حته اضطرت الكلام ده كان البنك المركزي الامريكي مخفض اسعار الفايده بتفيد رهيب علشان يقدر ينشط السوق فده كان ممكن العمليه دي انها تمشي يعني لما يبقى الفايده 1% الراجل الفقير ده حتى لو اشتغل شغلانه كده بيدفع القسط بتاع البيت اللي واخده وهو ما عندوش فلوس اصلا بالقطع. بعد وقت معين الاسعار زادت فالبنك المركزي المجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي اضطر انه يرفع اسعار الفايده. فدي معناها فورا انه انا اللي كنت اقدر القسط اللي كنت اقدر اسدده امبارح ما بقتش اقدر اسدده النهارده لانه بقى 4% بدل 1% ده معناه انه زاد زياده كبيره فبدات الفقراء اللي استلفوا عشان يشتروا بيوت في امريكا دول يفلسوا يعني ما يقدرش يسدد الفلوس فالبنك يحجز على البيت بتاعه في دول. المشكله بقى في الموضوع ده ايه؟ هي اللي بيسموها المكون السام انه الحته اللي تحت دي اللي انت كنت مامنها بالديون المضمونه المامونه للاغنياء دول الورق ده بنوك هنا استثمرت فيه وبنوك كبرى وبنوك استثمار مهمه وبنوك في فرنسا وبنوك في اليابان ولما بدا السوق يقع الجزء ده بقى اللي وقع وفلس سمم الباقي كله لانه حتى يعني هتقولوا انه طب انا خدت البيت خلاص البيت عندي بس لانه بقى في لحظه معينه في ملايين البيوت اللي نزلت السوق ومتاحه للبيع فسعر البيوت نفسه بقى في الارض فبقى حتى الجزء المأمون قيمته ضعيفه جدا فده اللي بيسموه ازمه الرهن العقاري دي راحت شدت معاها بنوك الكبرى شركات تامين ومش بس في امريكا وهنا بقى سمعنا عن ليمان برادرز والشركات المهمه دي والبنوك المهمه اللي فلست واضطرت الحكومه الامريكيه انها تخش تعمل الحاجه اللي كانت بتقول انها من النوبل قط لكل الناس في الدنيا انها تأمم هذه البنوك هي كلمه ما زالت عندنا قبيحه في مصر اللي هي كلمه تأمين في اللحظه دي خد ضخ من فلوس دافعي الضرائب الامريكان هم الفقراء اللي فقدوا بيوتهم اصلا مليارات الدولارات علشان تساعد البنوك دي انها ما تنهارش وهم كانوا فاهمين كويس ان البنوك دي لو كانت كملت كده كانت هتضر النظام الراسمالي العالمي كله معاها. اشتروا شركات السيارات تقريبا لما بالظبط منهم اللي هي جنرال موتورز الحكومه الامريكيه بقت شريكه فيها ولغايه دلوقتي ما خرجتش 100% باعوا جزء من الحصه اللي اشتروها بس لغايه دلوقتي ما خرجوش. العمليه دي انقذت جزء من الحكايه اللي هو الانهيار اللي حتى لكن تاثيراتها بقى على النظام العالمي بتقول انه ببساطه انه القضيه لا في جشع على التجار ولا في جشع على المستثمرين ولا في المنطقه دي رغم ان كل دي عناصر موجوده انما انه النظام ده كان نظام غير قابل ان هو حتى هذه اللحظه بعد 6 سنين وقالوا هيبقى في يعني تحسن اقتصادي ومش عارف ايه ما حصلش وبدات الازمه تسمع في اقتصاديات بقى مش بقى شركات بتنهار بقى احتمال ان دول اقتصادات دول تنهار فوق وفي اوروبا يعني احنا مش بنتكلم على امريكا اللاتينيه ولا مصر ولا الكلام ده، احنا بنتكلم على اليونان وايرلندا واسبانيا دلوقتي ايطاليا اعلنوا ارقام الانكماش الموقع السنه الجايه انكماش احنا عمرنا ما حصل لنا انكماش هنا في مصر كل الازمه اللي قالوا لنا هنفلس ومش عارف ايه حصل انكماش ده ربع الاولاني بتاع ثوره يناير بس السنه على بعض كان هم عندهم انكماش اقتصاد ايطاليا اكبر بكتير من اقتصاد مصر تاثير الانكماش دي انكماش معناه انه مصانع بتقفل انه قدره المجتمع على الانتاج بتقل فانت بتقفل دي والناس تروح زي ما حصل في اليونان نسبه البطاله بقت فوق ال 40% وفي اسبانيا
بكل بقى الاثار الاجتماعيه البشعه. المصيبه هي انه رد الفعل الحكومات اللي ضخت من فلوس دافعه ضرائب من ميزانيه الدول مليارات علشان تديها للشركات دي اللي بعد شويه حتى جرايد الفاينانشال تايمز جرايد الجنيه يعني رصدت انه اجور ومرتبات ومكافئات الناس اللي كانت بتدير البنوك دي وعملت الكوارث دي ما تراجعتش بالعكس زادت. بينما بقى الدول دي بعد الضخ الرهيب ده اكتشفت يا نهار ابيض احنا صرفنا كل الفلوس دي طيب احنا عايزين بقى نقلل الانفاق العام. واول حاجه تقلل فيها الانفاق العام زي ما بيحصل في انجلترا وفي حته ثانيه في اوروبا ان احنا طب مش هنقدر بقى نصرف كل الفلوس دي على الصحه. المركز الرياضي اللي كان في الحي الفقير ده هنقفله لانه ما عندناش فلوس ندفع الاجور ولا الصيانه بتاعته الى اخره. دي كانت على فكره واحده يعني بالظبط اغلاق مركز تجاري مركز رياضي كان السبب المباشر للاحداث بتاعت الشغب اللي حصلت في لندن من سنتين اللي خلت فيه غضب رهيب والناس حرقت الشوارع ومش عارف ايه. برضه احب اقول هنا الاسطوره بتاعت التصريح بتاع ديفيد كاميرون اللي قال مش عارف لما الامن القومي مش عارف اقول السام لما تبص لما الناس تبص هو ايه اللي عمله في خمسه ماتوا في الاحداث دي استمرت ست ايام اعتقد ست ايام في خمس مدن والناس دي كانت مش بتتظاهر. دي ناس بتحرق بيوت وبتنهب محلات ويعني السياسه حاجه في الخلفيه خالص واضطر ياخد اذن عشان يستخدم القرار المثير يعني الشيء الوحيد اللي كان متاح امام الشرطه البريطانيه التعامل مع الشغب ده كان مدافع الميه واضطر يروح للبرلمان ياخد اذن عشان الناس تقول لك اقل مش عارف ايه وابتدي يقتلوهم وفي انجلترا بيقتلوهم ما حصلش الكلام ده. والخمسه اللي ماتوا رغم انه الاحداث كانت شررتها ان البوليس قتل حد بس الخمسه اللي ماتوا بقى في الاحداث ما ماتوش من الشرطه ماتوا في اختناق وحاجات زي كده فبرضه يعني بالمناسبه. طيب انا طولت كده مصر بقى احنا يعني في مجله اوراق الشراكيه قبل الثوره كان في مجموعه مقالات منشوره على بالظبط موضوع مؤتمر ايام الشراكيه على اخبار انا كلمته كان سامح برضه اتكلم على موضوع النمو الاقتصادي اللي كان حاصل وقتها. دي بقى واحده من الحاجات الليبراليه الجديده اللي هي فضلت يتضغط او النظام في مصر بيضغط علشان يبررها او حاططها واحده من الاختيارات بتاعته وعطلها. لو انتوا يعني ادعوكم جميعا لقرايه الكتاب بتاع سامر سليمان نظام قومي والدولة الضعيفة اللي هو طلع منه طبعة جديدة من أصول الثقافة ب3 جنيه ظريفة جدا كتاب موجود على الإنترنت اسمه النظام القوي والدولة الضعيفة والدولة الضعيفة المشكلة لا واحد تاني في محاضرة كده ده مشروع عيب خصوص موجود في مكتبة سنابل في وسط البلد. ف سامر بيحلل ازاي انه الاختيار ده ما كانش اختيار اساسي. دولة في مصر اقتصاديا مبنية على وهو بيعمل ده من خلال تحليل يعني رصين لموازنة الدولة. دولة هو ده يعني حتى واخد كوت مهمه كده بيتكلم على انه فواتير الدوله هي اللي بتقول لك اختياراتها ايه؟ الاجتماع دي مش قضيه فنيه دي قضيه سياسيه واجتماعيه وطبقيه الى اخره. الدوله بتصرف على ايه ولمين ولحساب مين واولويات ايه؟ طبعا بتحليل الموازنه اللي سامر عامله يعني الرصين ده هو عنده التحليل ان الدوله في مصر سميها دوله ريعيه ورعويه. ريعيه بمعنى ان بتعتمد في الايرادات على قناه السويس البترول لغايه ما مضى سياحه والمعلومات الخارجيه. وده حصل في يعني في تطور الاقتصاد المصري انه في لحظات مهمه حصل تدخل خليجي بعد معاهده السلام الامريكان ضخوا مليارات دولارات في المعونه الاقتصاديه اللي هي بعد كده قلت جدا انقذت الدوله دي اللي هي ريعيه معتمده على العناصر دي اللي هي يعني حسب سوق السياحه ممكن تتضرب فالدوله تروح 60 يعني. ودي ازمه كبيره في مقابل انها بتشتري الولاء اللي هو بقى بنسميه الدوله الرعويه ده بانها توزع فلوس. توزع الفلوس دي بطرق مختلفه دعم
واحد من الحاجات. والدعم هنا مهم ان هو بس ما يوصل يعني ما يوصلش بس من فوق، والا فرشه مش هتبقى مكتمله. هو جزء من يعني من عمليه الشراء انك بتشتري الحلقات الوسيطه، الفساد ده انت اللي بتصرف منه الدعم، ده جزء من الاطباق على تأييد العناصر دي للنظام الحكم. وده اللي احنا شفناه في اليومين اللي فاتوا، قرار اللي طلع بتاع مقاصات والمزايدات ده بالظبط كده. ده واحد بيقول يا جماعه الناس اللي كانت بتسترزق من تخصيص الاراضي في جهاز الدوله وفي غير جهاز الدوله ارجع اشتغل زي ما كان، حتى مش زي ما كان الاول. كانوا بيعملوا ده سرقه وبره القانون، والاحكام كلها لما ترجع تثبت ان انت مسند بطريقه فاسده ومش مطبق قانون المزايدات والمقاصات مظبوط، كان بيتلاقي العقد زي ما حصل في مدينتي وزي ما حصل في حاجات. دلوقتي بقى من حق المسؤول ان هو يخصص اراضي في الامر المباشر لمن يرى دون العوده للقانون في كل الهيئات الخاصه اللي لها قانون خاص، هيئات اقتصاديه اللي لها قانون خاص. دي بقى تحتها المجتمعات العمرانيه، تحتها الزراعه، كل هيئات الزراعه هتلاقي الاراضي اللي هي واحده من الميكانيزمات الاساسيه اللي الراسماليه المصريه اشتغلت عليها في العشر سنين علشان تحقق تراكم وتزود الارباح بطريقه غير مباشره، اللي هي ديفيد هارفي برضه بيسميها التراكم بنزع الحيازه. فانت يعني مش شغال قوي، انت بتحاول تخلق قاعده شركات كبيره وناس تقدر تنافس اقليميا وبتاع، بانك تعمل ايه؟ اديله اراضي بدولار بالمتر، وهختار شركه زي بالم هيلز دي مثلا اللي هي كانت واحده من الشركات بتاعت اثنين وزراء في الحكومه. والشركه دي كان عندها يعني هم كان عندهم العيله يعني كان عندهم 100,000 متر مربع في 6 اكتوبر مبني عليها مشروع الاسم بالم هيلز ده. وبعدين لما بقوا وزراء في الحكومه قرروا ان هم يحولوا الشركة الصغيرة اللي كان عندها بتاعت اسمها الاتحادية للمولات وحاجة زي كده شركة كبيرة اسمها بارنز. هما الاثنين بقوا وزراء في 2005 والشركة اتأسست في 2005. في 2008 اللي هو الراجل ابن خالد دول، في 2008 كان عندهم 50 مليون متر مربع في مصر كلها. قيمة يعني مثل ده اسمه صارخ جدا على فكرة تحويل ثروة المجتمع لبني ادم شركة. السعر اللي هم كشفوا عنه لما راحوا طار دي ما زال طرح في البورصه، الناس دي بتروح تقول احنا عندنا ايه وجبنا ازاي وحاجات زي كده، وبالذات نشر الطرح في لندن. ودي وقتها بقى اللي عرفنا خالد علي اشتغل عليها وبدا عليها قضيه. نشر الطرح دي كان قال بشكل واضح تفاصيل الاراضي دي احنا اشتريناها، كان الرقم المتعاقد عليه 7 مليار 50 مليون متر مربع دول 7 مليار جنيه، مسددوا منهم 2.3 بس كمان. والسعر بتاع الاراضي دي اللي هو قيمتها لسعر اشتروها 7 مليار من غير ما يعملوا، كانوا بس عملوا زي ما بيسموه ماستر بلاننج يعني خطه للتطوير بس على 30% منها، مش نفذوا ده عملوا خطه بس والباقي مش حاجه خالص، قيموها ب 50 مليار جنيه. ده معناه ان انت حققت زياده في قيمه الشركه دي اوتوماتيك، ما تعملش حاجه خالص. دوله راحت حطلك في جيبك 50 مليار جنيه. دي بقى تمكن الشركه دي كشركه انها تروح تشتري ارض في السعوديه وتعمل مش عارف وتبقى مكنه تنافس راسمالي تابعه للدوله المصريه. وهنا دي كانت واحده من التطورات الاساسيه اللي حصلت في فتره وظيفه، ان تحويل الثروه دي خلق مراكز احتكاريه قويه جدا جوه مصر، شركات كبرى وعندها امتدادات اقليميه وما تقدرش تفهم ابدا تطور الوضع في مصر من غير الصلاه دي، من غير التطور المهم اللي حصل ده. عشان كده النمو ده كان ليه اثر، ليه سبب واثر حقيقي. طبعا في بقى المنطقه بتاعت الثمار اليمين ده اثره الاقتصادي شكله ايه، بيعمل تنميه ولا ما بيعملش تنميه، دي قصه بقى اعتقد كلنا متاكدين من نتيجتها ايه. بس الجانب في التطور الراسماليه ده كان مؤثر للغايه ومبني على انك بتحرر السوق لحساب الناس دي. وحتى مثلا لما شفنا في موضوع الحديد اللي هو كان بياخد يعني جزء من تحويل الثروه، يعني تديله غاز مدعوم
تديله ارض ملعونه وبتسيبه في السوق يبيع بالسعر اللي هو عايزه، غير انه مفيش نقابه تدافع عن العمال بتوعه، فبالتالي الاجور كمان ممكن تبقى اقل مما ينبغي بكتير او حتى مقارنه بالمنافسين الاقليميين. وبالتالي ده هوامش ارباح، يعني لما اتعملت مقارنه مثلا شركات الاسماك بالمعدلات العالميه، هامش الربح كان واصل في بعض الحاجات 65%، الشركات 65%، يعني كل جنيه بيحطه بيكسب في السنه 65 قرش. فطبعا كل الشركات دي واحده من الحاجات المهمه جدا اللي يعني خربت وضع الجنيه والاحتياطي اللي هم بيعيطوا عليه، ان الشركات دي كلها مبالغ، وبالتالي كمان الارباح دي مش بتعيد استثمارها في حاجه، ده اصلا منتج كثيف بيسموه كثيف في راس المال، يعني انت بتحط فلوس كتير جدا وتشغل 400 عامل. ففي الاخر واصلا وليه اصلا ملوث وبيستهلك الغاز بتاعك. وبعد كده بقى كل بعد ما ياخد ارباح من كل الحاجات دي ومدعوم كل الفلوس دي، يرجع يحول الارباح دي للشركه الام في ايطاليا او في فرنسا او في المكسيك، فيبقى كمان بالدولار طبعا لانه عايز يودي هناك، وبالتالي يبقى بيضغط على سعر الجنيه وبيضغط على الدولار. ف كارثه من الناحيه التنمويه ومن الناحيه السياسيه ومن ناحيه الارتباط اللي بيحصل في السوق العالمي كانت لها تداعيات مهمه. لما حصلت الازمه العالميه انا فاكر كان في مانشيت في الاخبار منسوب لمحمود محي الدين كان وزير الاستثمار وقتها، كان يعني معناه مصر ستستفيد من الازمه العالميه مش هتتاثر سلبا. طبعا الكلام ده طلع كلام فارغ، وبعد شويه بدا يبان انه شويه الاستثمارات الاجنبيه اللي كانت داخله مش هتيجي، انه بعض تحويلات المصريين اللي عايشين في امريكا وفي حتت فيها ازمه، واحد بقى فقد شغله فمش هيقدر يحول، فبقى في ازمه في التحويلات اللي هي مصادر الرعايه برضه، فبقى واضح ان في مشكله، وهنا اضطروا يعملوا حاجه بس على مدى يعني على نطاق ضيق جدا من اللي حصل في امريكا مش امين طبعا، بس ان هم يعملوا يسموه بقى حزم انعاش، يوسف بوتروس غالي حط 15 مليار جنيه وبعدين 15 مليار جنيه عشان ينشط السوق. طبعا الفلوس دي اتوزعت برضه بنفس الطريقه اللي فيها انحياز مباشر، يعني حتى ما خلقتش ما بناش مدارس ولا مستشفيات جديده ولا مش عارف ايه، ده راحت برضه دعم استثمارات حاجات رايحه مباشره لجيوب شركات كبيره ورجال الوضعيه دي. كان منطقي بقى انه يبقى في تصعيد عمليه الاستغلال وناس حصروا والى اخره، يعني خالد علي حاسب انه بمجرد تعديل الاسعار دي مع الشركات، يعني مش هتقول له انت هاخد الارض بتاعتي مني، انت بس هتقول له ادفع فرق السعر اللي هو محسوب مثلا في قضيه مدينتي محسوب بشكل واضح ومش هيبوظ المشروع، وهتفضل شركه طلعت مصطفى تكسب. ده يعني خالد حاسب في الحسابات بتاعت المركز انه ده يغطي تماما احتياجاتك الماليه اللي تقدر تضخ فيها حزمه بقى لانعاش وتبني بيها تزود انفاق على الصحه ومن غير الاحتياج لقروض خارجيه ولا الكلام ده بالمره. بس طبعا يعني النظام الحاكم استمت انه ما يفكرش في الاوبشنز دي، وعشان كده طلعوا قوانين تخلي حتى العقود القديمة في طريقة انك تعمل عقد دلوقتي جديد بالقانون الجديد اللي صار طلعه عادل المنصور ده، خلاص يبقى الارض بتاعتي هي هي وبالاسناد المباشر وخلصنا بقى، لا قضية ولا محكمة ولا خالد علي ولا غيره، ويبقى الوضع قانوني. الحالة دي بتاعت الإفقار وتهميش الفقراء وزيادة نسبة البطالة هي اللي دفعت المنحنى الاحتجاج الاجتماعي خلال العشر سنين اللي قبل ثورة يناير انه يوصل لذروته. القصة دي بدأت مثلا كانت ب 150 احتجاج في السنة، وبعدين على أواخر يعني العقد ده كان جول بيرن حاسب انه في مش عارف كام مليون عامل شاب في احتجاجات خلال أربع خمس سنين من 2006 ل 2010. بس ده معناه انه كان في درجه من المقاومه بدات تظهر وتتبلور، طبعا احنا عارفين انها ما يعني ما
كانتش تنظيميا كما ينبغي، انما درجه من المقاومه اتعبت جدا النظام وكانت زي بروف التدريب للي حصل في ثوره يناير. احنا ما زلنا في نفس بعد يعني بعد الثوره الاصرار على ابقاء الاوضاع القديمه زي ما هي، حتى في محاوله تكرار نفس المنهج اللي عمله اللي كان بيحاول يعمله مبارك قبل كده والسادات اللي هو منطق الرجل. عشان كده موضوع الحد الادنى للظهور ده اتقدم في لحظه كانه طيب هنوزع عليكم شويه فلوس بس اهدوا بقى واقبلوا يعني ايه القاء المعلم المستبد العادل مره ثانيه. وده منطق غالبا مش هينفع لاسباب كتير، منها انه ازمه الايرادات دي اللي كان سامح حطها يعني ازاي انها بتتعمق يوم ورا يوم، وكان يعني في الكتاب بتاعه حاطط يعني كانها نبوءه انه الوضع ده هيخلي تاريخ مصر الاقتصادي والسياسي يتغير يعني، وده اللي حصل فعلا. وما زالت ازمه الايرادات دي موجوده، ما زالت الدوله دي معتمده على قناه السويس وعلى السياحه اللي هم فيهم ازمه كبيره وبيحاولوا يحلوها باقتراض من الخارج. هو يعني السنة دي ب 12 مليار دولار اللي جم من الخليج هيحلوا يعني يقدر يتصرف، بس السنة الجاية لما يبدأ يسدد هيبقى الوضع ايه؟ هيضطر تاني. وهو ده بقى واحدة من المشاكل حتى الأدنى للظهور، اللي هو من ناحية ممكن يعني يعتبر كأنه رشوة وطريقة لشراء الناس سياسية، إنما هيمولوا مين؟ دي تفتح باب بقى، وبعدين خصوصا دي حاجة مش هيمولها المرة دي، بس الوزنة اللي بعدها بقى الوزنة اللي بعدها. فهيمولهم ايه؟ يعني قد يفتح الباب لعوده سياسات تقشف مره ثانيه، اللي هو عندنا وزير ماليه يعني من انبياء هذه السياسات. انه طيب بما انه احنا بقى دفعنا الفلوس دي فاحنا عايزين نعمل ضرايب، بس لما هيجي يفكر في الضرايب مش هنفكر في يعني لو بصيتوا على خطه الحكومه بتاعت العداله الاجتماعيه مش هلاقي فيها غير ضريبه واحده بس، هي ضريبه القيمه المضافه. ضريبة القيمة المضافة دي ضريبة يعني مكثفة على المبيعات. دي اللي بتدفعها الفقراء، لأن هما في طاقة كبرى في الشرق وبتتحمل على المستهلك. هو هنا هيحسبها على كل مرحلة من إنتاج ضريبة، وبالتالي ده يعني بيخلي معدل الضريبة أعلى. فده بيزود إيرادات الدولة، لكن اللي بيدفعها برضه الفقراء. فكأنك اديت باليمين اللي هتاخده بالشمال مره ثانيه من الفقراء اللي انت زودت اجورهم مره ثانيه. بدل بقى ما يحط ضريبه على الثروه حتى يعني مقترحها رجل اعمال او ضريبه على التلوث اللي هي مقترحه اللي هي في العالم بدات انت عندك مصنع اسمنت اللي هي 65% هامش اعمل ضريبه عليه علشان التلوث اللي بيعملوه في المجتمعات المحيطه بيه. ومول منها ميزانية الصحة. ودي عمل الضريبة كيف العمل غيره من القانون بتاعه؟ بدل ما كان مع 800 جنيه على الضريبة ده رجع أكثر من 800 أساسي بقى أكثر من 800 كل إقبال الدخل. هو دي ده التعديل اللي عمله يوسف بطرس ثاني في 2005 ورفع الضرايب برضه على الفقراء، لان هو كان كل الاجر يعني الضريبه اللي كان بيدفعها العاملين باجر بس على الاساسي. هو التعديل المهم اللي عمله انه بقت الضرايب على مكافآت على اي عمل اخر 10% الاساسي 20% والباقي 10%، فدي زودت الحصيله. ويعني سامر في كتابه فاضح الاسطوره اللي اتقالت ان القانون ده زود يعني فعل يعني زود كفاءه جمع الضرايب، لان هو حقيقه حملها على ولو بصيتوا على التراث يعني الجريد الاشتراكي ومجله اوراق اشتراكيه هتلاقوا انه الاشتراكيين الثوريين كانوا عاملين تحليل دقيق جدا لموضوع سياسات الضرائب ده في وقتها وسبب صحته. فبدل ما انت تفرض الضرائب دي اللي هي بتعيد درجه من التوازن دي ما هياش حاجات يعني جذريه ولا ثوريه، دي ضريبه الارباح الراسماليه موجوده في امريكا، ضريبة التصاعدية دي موجودة في كل دول أوروبا الرأسمالية، ما هياش عمل سوي، ما هياش حاجة إجراء سوي، ده إجراء إصلاح بسيط عشان بس تعمل درجة من التوازن في عيش الناس. أنت حتى ما عندكش المرونة إنك أنت تعمل التعديل البسيط ده، بالعكس أنت عايز تمول أو غالبا النية منعقدة على إنه يمول الإجراء ده
اللي لسه مش متاكدين برضو يعني ما زال لحد ادنى للدخل مش للاجر هتحط فيه مزارع عاديه ولا لا المعايير لسه ما حطيناهاش فممكن تلاقي اصل يعني اول حاجه انا سمعتها ان مثلا مش كل واحد هيدخل وظيفه فورا لازم يمر فتره زمنيه قبل ما حد ياخد حد الادنى ده الى اخره وبعدين قطاع خاص مشكله ثانيه الى اخره فحتى بالعيوب دي الجزء اللي هتموله ده انت عايزه عشان تبرر بيه اجراءات تقشفيه ثانيه عشان العكس وعشان الوزن